يعني هنا والد عند الطابع الوالدين انسان ناجح في الحياه نتاعها بفضل الوالدين وفضل الله سبحانه وتعالى بطبيعه الحال. وانا كشفت داك المعاناه اللي كانت كتعاني الام نتاعها. واخر زياره شفت نوال السبت الفريط وكانت نوال متاثره بزاف ولينا شفت الام نتاعها في الانعاش في زيرجونس وشفت امها في الانعاش وكيفاش كتالم وكيفاش كانت كتعاني في المرض نتاعها. هذا هو قدر الله. كنعزي العائله نتاعها وكنعزي الخوت الاخوان والاخوات نتاعها وكنعزيها لان نوال دازت العلاقه نتاعي معها علاقه صداقه فهي الاخت نتاعي الكبيره كنحبها من القلب وهي كتحبني من القلب وكنتمنى لها ان شاء الله السعاده والهناء ودوز هذه المرحله اللي هي صعبه في حياتها. سي